الحمد لله رب العالمين. يلا كي وصلنا للرباط والشتاء تبدي. ولكن ما ليش نتدرقوا بالشتاء، غادي نخرجوا للشارع ونصور لكم المناظر الزوينه تبارك الله ديال الشتاء هنا في الرباط عاصمه تبارك الله. الرباط يا الرباط، تحياتي. شوفوا تبارك الله الشتاء اللي كاين هنايا في الرباط، اللهم بارك. الحمد لله رب العالمين. احنا اتجاه ان شاء الله صومعة حسان باش نشوفوا ذاك المعلمة التاريخية اللي موجودة هنايا في الرباط. ياي والله الى الجو ديال اوروبا هنايا في الرباط. يا سلام، الشتيوة تبارك الله، الجو زوين والشوارع نقية تبارك الله، يعني يا سلام ما شاء الله. نحن نتواجد الآن في النقطة الفاصلة ما بين الرباط سلا مارينا. دابا هذا واد أبي رقراق اللي فايت منا، سميتو واد أبي رقراق معروف، كيكب في البحر. إيوا، وهذاك اللي راه لهيه راه المسرح الكبير، هذاك راه البرج. البرج هذه هي الأجواء. عجبني الحال هنا، كيجيو الاجانب كيتصوروا مع العود وذاك الحارس، حاجه زوينه تبارك الله. ما شاء الله، انا باش كتعرف المغاربه والمغرب زوين تبارك الله، باب الجود ديالو بالكرم ومجموعه من الحوايجات الزوينه تبارك الله. يا سلام، والحمد لله على هاد الرويه هذه اللي طاحت تبارك الله واللي راه مازال طيح. شوف الاجواء تبارك الله كي دايره، يا سلام. واحد الحاجه اللي لاحظتها هنايا في الرباط وفي الدار البيضاء، الناس ما كيقطعوش من غير ممر الرجلين. الانسان ما كيقطعش مثلا في الجهه ولا في الجهه، راه يقدر يجي من ديك الجهه من لهي حتى لهنايا ويقطع، وهذا هو الصحيح. الانسان خصو يقطع بممر الرجلين، ممر الرجلين باش يحافظ على السلامه ديالو. تحياتي لكم خوتي، رحنا عاد هنايا نكتشفوا المكان الجميل ما شاء الله. ان شاء الله هذه البلاصه هذه ديال صومعة حسان، هذه المنطقه هذه تبارك الله زوينه بزاف. هذاك المسرح الكبير اللي موجود في الرباط،
هذاك هو المسرح الكبير. ما شاء الله يا سلام. بسم الله على بركة الله. ندخلوا دركي ضريح محمد الخامس حسن الثاني رحمه الله. صراحة أول مرة ندخل هنا هنايا هاد البلاصة هادي. كيجيو لها الناس الأجانب بزاف. جو كي داير هنا يا سلام. جو مع هاد الشتيوة هادي تبارك الله يا سلام. شوفوا معايا الخوت واحد الحاجه عجبتني بزاف. واحد جوج ديال الشينوا راهم كيتصوروا مع صومعه حسان. هذا كيدل على ان المغاربه جود الكرام تبارك الله. بلد مضياف وفيه ما يتشاف لا بالنسبه للتاريخ ولا بالنسبه للاماكن السياحيه تبارك الله. هذه البلاصه هذه كيجيو لها غير الناس الاجانب الشنوار. حنا كنتواجدوا الان ساحة 16 وانبير. أجواء مدينة الرباط يا سلام.
الله الله، صلى عليك رسول الله، تبارك الله. يا سلام، ما يعياش اخويا الطرام هذا، ما يعياش، كل دقيقة فايت، كل دقيقة، سبحان الله العظيم. الإنسان ما يستناش والله، غير تخلط تركب ديريكت مع هاد الشتوى هادي. يا سلام، الحمد لله. هذه هي شوارع مدينة الرباط. بصراحة الجو زوين هذا النهار، هذا نتمشاو شوية شوارع مدينة الرباط باش نكتشفوا هذه المدينة الجميلة. يا سلام، مع هذا الشتي اللي راه طيح درك تبارك الله، دابا ما شاء الله، الله يرحمنا. جولة في شوارع مدينة الرباط تحت المطر، جو زوين تبارك الله هنايا.